هذاك. والاصلاحات خصهم يكونوا على حقهم وطريقهم، والانسان حتى لو يعيش خصو يعيش في واحد البيئه اللي ترضي الجميع. هو دابا الديفي خارج وكل شيء خارج والخدمه ما كايناش، والاوساخ وكل شيء راه غوتنا عليه في واحد الوقت واحد الوقت، وحنا تنغوتوا عليهم تنقولوا هذا الشيء راه ما بيه عمل، ولكني نفيد مازال ما كاينش. دابا كاع حيت نفد تعطى المقاول تعطاه باش يخدم، ها هما انتم كتشوفوا هو راه هذوك البوكلات واقفين تما، البوكلات واقفين هنا، الخدمه ما كايناش، كل شيء تجمد. وهاد الناس هادو راه المشكل هنا عندنا، المشكل هو عندنا هذا الصرف الصحي المده ديال 8 سنين ولا 9 سنين، وهو عندنا الناس الدراري الصغار عندنا كل شيء مريض، ولينا تنشربوا الماء، الماء اللي تنشربوا ولا 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 تفلتر هذا الشيء فيه، ولينا تنشربوا الماء. اتصلنا بمجموعه الجهات ولكن لحد الساعه ما كاينش شي سميتو. الناس اللي تيحفروا هذا الشيء الواد ها هما راه تقريبا شهرين هادي هما واقفين، شي تيقول لنا راه مازال ما تخلصوش، كل واش تيعطينا عذر علاش اللي ما بغاش يخدموا، تيخدموا سيمانه ويقعدوا شهرين. دوك راه الظرف ديال شهرين وهذا الشيء واقف هنا، هاد الديبو هو عندهم هنا وهذه الوادي راه شهرين اللي واقفه هنا. السكان كلشي مساكن متضررين وما شاء الله ما فحالهم والو، مساكن وتيتسناو بان ربما تكون شي حاجه وما كاين والو، حتى ما كاين والو. ما طرينا نهار جابوه حطوه هنا بلاصه تما وكلا. Thank you.